طبيب استشاري خاض تجارب غنية، طفولته وشبابه مزيج بين الفرات ودجلة. منذ طفولتي وأنا أنظر للطبيب نظرة يعني كبيرة يعني، وأتمنى كنت أنه من أكبر صيغ طبيب. الدكتور رافد اليوم هو رئيس الجمعية العراقية الطبية الموحدة في بريطانيا وإيرلندا. التحقيق بدأ الآن وهذا يعتبر نصر لنا، فهذا هو إسناد الأخواننا وزملائنا بالمهنة. إذا توقف الطبيب عن العلم خلاص ما صار طبيبا. مسافر خان الموسم الثالث تشاهدونه غدا 6:30 مساء على يو تي في.